من 6 7 أشهر حاولوا أن هم يلفقوا تهمة لسماحة المفتي بأنه محول 50,000 باوند إلى مسجد في بريطانيا، وتم التواصل مع البي بي سي وخرج وتم التأكد بأن هذا المبلغ كان تبرعات من ناس فاعلي خير وليس له علاقة بـ 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 نعم. بأموال دار الإفتاء حاولوا استغلالها. يعني إذا كانوا في أي شبهات، هذا التقرير لم يشمل أي شيء له علاقة بمثلا بسماحة المفتي، والله من كل الناس اللي موجودين مثلا اللي يتم شيطنتهم في الإعلام. دور الناس الآن يعتبر ينبغي أن هم يعني ناسنا في الشرق المفروض يكونوا أكثر رد فعل متاعهم بيكون أقوى، باعتبار أن هم كانوا مغفلين وكانوا مغيبين وكانوا مخدرين بالإعلام الفاسد الذي يضخ ليل نهار لمحاولة تشويه الطرف الآخر، الذي اتضح تماما بأن هؤلاء يعني أن كل ما كان يقال كلها كانت عبارة عن أكاذيب. اللي يعني الناس اللي هم حاولوا يسوقوهم شافوا المبالغ الخرافية اللي تم سرقتها، الى جانب يعني بعد هذه السرقه الغريبه انه هو حاول انه يستحوذ حتى على الهلال النفطي، نعم، وبيسيطر على مبيعات النفط. يعني هذا تخيل لو انه هو جاء وصل يعني قبل ايام عمليات فجر ليبيا، لو انه وصل الى طرابلس، شوف انت المبالغ اللي موجوده في ممكن حوالي 40 مليار سيتم استحواذ عليها بالكامل، اللي هي موجوده في مصرف ليبيا المركزي في العاصمه.